كاينين شي عيالات كنرفع عليهم القبعه كنقول لكم تبارك الله عليكم، كاين شي عيالات اللي كياخذوا حقهم بيديهم وما كتقلش تمسكن وتقول ظلموني وتغني ليا ام كلثوم. الكبيدات ديالي القصه ديال اليوم غادي تشوكيكم، القصه ديال اليوم غتوريكم الحرات الغرات علاش قادات. المهم ما غاديش نطول عليكم، فقط اذكركم بجيماتكم كومونتيراتكم بارتاجكم كيهمني بزاف. بالنسبه للقصه ديال السيده اللي فيها التلال في المهبل ديالها، الجزء الثاني ديالها واخا حلفت عليه راني غادي حطيته لكم، عرفتوا واش دابا نكون حطيته ولا نكون مازال. المهم الا تحطت هذه القصه الصباح في العشيه غادي تحط ديال مولات المهبل اللي فيها التلال، كنظن في ديك 9:30 10 ديال الليل حط لكم القصه. المهم غتحط في الليل حيت انا كنحط فيديو مع 11 الصباح وفيديو كنحطو في الليل، هي 9 ديال 10. المهم هذاك الجوايع نتمنى ان شاء الله تبارطاجيو على نطاق واسع كي تعم الفائده. ويلا ندخلو في القصه مباشره. السلام عليكم، الاسم ديالي سناء وفي عمري 35 سنه، واليوم جيت نعاود لكم على بركابي كحليه اللي داروا فيا ما نعاودش لكم عليه. ولكن يا البنات رديت صدقتي وما خليتوش يضحك عليا، بغى يضحك عليا ضحكت عليه ورديتو صدر رديت له صفعه صفعتين. وسمعوا مزيان القصه ديالي اللي غادي نعاودها لكم من الاول. انا تربيت وتزاديت غير في العروبيه، بنت عروبيه ابا عن جد، العائله ديالي كلهم من العروبيه الا واحد خالتي. خالتي سهل عليها الله بواحد الزواج غزال ودات واحد الراجل اللي تبارك الله كان مهلي فيها، وتا هي تبارك الله تستاهل حيت القلب الكبير. هاد خالتي هادي من بعد مسكينه ما دوتش فداك الراجل حيت كان كبير عليها شويه في العمر، ما جاب ليهاش الله الوليدات معاه. انا كنت عند امي، حنا كان بينا خمسه ديال البنات وجوج ولاد، انا تبارك الله كنت هي الوسطانيه وانا هي القوي فيزا في خواتاتي وخوتي كاملين. هاد خالتي كانت كتحماق عليا. خالتي مسكينه قبل ما تزوج هي اللي كانت قابله امي بيا انايا، وهي اللي كانت كتهزني وكتقابلني وكتردعني وكتسرولني. المهم كانت مربيه عليا الكبده، كتعاود ليا ماما نهار تزوجت خالتي مسكينه ما سخاتش بيا نهائيا حيت كنت عزيزه عليها بزاف. صافي ملي كبرت وهي مسكينه ما ولدتش مع داك الراجل، طلبتني ماما وقالت لي عطيني فلانه انا بغيت نربيها. الاب ديالي ما بغاش، قال لي لا ما يمكنش نعطي انا شي حد من ولادي، انا ولادي راني مكرفص عليهم سنين ومنين وجي دابا انا نعطيهم. قالت ليه الوالده ديالي عطيها البنت قريها وهي مقابله راه خالتها بحال ما كانت. ديك الوقيته عندي 4 سنين، قال لي لا انا ما نعطيش بنتي لشي حد، البنت هي تجلس معنا اللي كتب لها راه انا ناكلو. ما بغاش يعطيني لخالتي، ولكن خالتي مسكينه كانت مشبته بيا. المهم من بعد ما كبرت شويه وصلت للسن ديال المدرسه، الام ديالي رغبت الوالد قالت لي خلي البنت تمشي تقرا في المدينه احسن لها، حيت خوتي كاع اللي كبر مني كيوصلوا غير المستوى السادس وكيخرجوا، حيت ضروري خصنا نمشيو للاعداديه للمدينه، وحنا ما كانش داك الوقت عندنا شي حد في المدينه من غير هاد خالتي هادي، وكان الوالد كيضطر انه يخرجهم. الا انا ما جيت نوصل للسن ديال التمدرس حتى كانت خالتي رغبت وزوقت عليا الوالد وخداتني، دفعت عليه باها ومالي ومجدي وجداتي باش رغبوا الوالد خلاني نمشي مع خالتي. فعلا غادي نمشي مع خالتي، الصراحه ما خلاتني ندي حتى شرويطه، قالت لي انت غتمشي معايا انا جاي كل شيء جديد. راجلها كان الله يعمر ليه الدار، حنين 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 مسكين الله يعمر ليه الدار. هو اصلا كان عنده ولادو مع المراه الاولى، مرتو كانت توفات الله يرحمها ويوسع عليها، وكان تزوج بالثاني ولكن ما تفاهموش وطلق وما عندوش معها الولاد. داكشي علاش هو ما كان عنده غرض في الولاد، يعني ولدت مرتو ولا ما ولدتش ما عندوش غرض. كانوا مشاو عند الطبيب وقالوا ليه بلي هو اللي عنده المشكل. خالتي ما عندها حتى شي مشكل، ورغم ذلك كانت باقا صابره معاه. المهم فاش شدتني انا رباتني الصراحه جلست معاها 3 سنين. داك العام اللي كنت كنقرا في الثاني غادي يسهل الله على خالتي وغادي تولد، سبحان الله كانت قاطعه ليا اسم الولاد وكانت كتقول انا مستحيل نولد، ولكن ربي فاش كيبغي شي حاجه راه كيقول ليها كن فتكون. خالتي داك المحنه اللي كانت عاطياني ربي سهل عليها بواحد الوليد عرفتو كيحمق بالزين. وهنا خالتي زادت حبتني اكثر من الاول، علاش؟ حيت قالت لي انا عندي بنيت وعطاني ربي وليد. صافي خالتي بقات مربياني متهليه فيا، كتشري ليا الحوايج كتسبقني انا على ولدها، واخا ولدت الولد والله ما كانت كدوزني، بالعكس
حبها ليلي زاد اكثر واكثر من الاول. المهم بقيت مع هاد خالتي قريت الابتدائي كامل، فاش وصلت للسابعه تعكست ليها ما بغيتش نقرا ليها، كانت كتعيا فيا خصك تقراي ما تحشمينيش مع باك وامك حيت انا موعدهم انك انت تقراي، ولكن ما بغيتش نقرا ليها. قلت ليها انا غادي نرجع عند والدي العربيه، ما بقيتش جالسه ما بقيتش باغا نجلس معاك. علاش البنات ما بقيتش باغا نجلس معاها؟ وعلاش انا كنت مغنمه؟ اول حاجه كانت بدياني المراهقه واخا كنت باقا ما بلغت داك الوقيته، ثاني حاجه كنت كنغير مولدها صراحه، ما كانتش كتفضلوا عليا غير انا جاتني داك الغيره، حيت في الاول خالتي كان الاهتمام ديالها كامل لي بوحدي، ولكن من بعد ولا الاهتمام لولدها. ما انا كبرت على داك الاهتمام والبوسان والتعناق، يعني ولات كتحس بيا بلي وليت مراه وكبرت وليت عصبه، وداكشي كنت كنحسو وكنلمسو فيها، حيت شحال من مره كنقول ليها الهضره كتقول لي صاحبتي راكي كبرتي وليتي عصبه راكي وليتي مراه بركه متشرحين. انا صافي بحال جاتني الغيره على من خالتي على ولدها، جاتني الغيره من ولد خالتي، كنت كنقول ليها انت ما بقيتيش معايا كيف ما كنتي، غير ولدتي ولدك صافي ما بقيتيش كتعاملي معايا زوين. ايوا شدتي تعشر الكحله، هزيت راسي ورجعت عند والدي العربيه وهي اللي كانت داتني، عيطت ترغب فيا عيطت تزوق فيا كتقول لي انا على الشيطان ودوزي تجلسي اشنو خاصك انا على شنو مخليك مخصوصه لشي حاجه قوليها ليا. كنت كنقول ليها لا انت كتفضلي ولدك عليا علاش زعما، كتقول لي هاد البنت انا راه ما كنفضلش ولدي عليك راه انت كيجيب لك بالك وصافي. قلت لها انا ديني عند والدي راه ما بقيتش باغا نقرا صافي. كنا شدينا ديك الساعه العطله، كنت صراحه كنقرا مزيان، نجحت في السادس مشيت عند والديا قلت ليها حقا ندوز العطله وعاد نرجع عندك. دوزت ديك الصيف كامل عند والديا، فاش وصلت القرايه جات عندي قالت لي يلا باش تفضي تسجلي في الاعداديه. قلت لها ما غاديش نرجع معاك، قالت لي يلاه ترجعي. قلت لها لا ما غاديش نرجع معاك، انا خوتي وخواتاتي كانوا كيتعاملوا معايا بحكم انني عارفه اني ما غاديش نجلس معاهم ما غاديش نطول، ولكن فاش قررت انني نجلس في العربيه ما بقى حتى شي واحد كيتعامل معايا زوين، كانت خوتي نافريني خواتاتي كذلك. المهم الام ديالي كانت مسكينه كتعيا فيا كتقول لي سيري ابطي مع خالتك شنو غادي ديري في هاد العربيه، اشنو غادي ديري هنايا غير قولي لي شنو غادي ديري. مع انا تبارك الله كنت مهليه عند خالتي ما كنعرف ندير حتى شي حاجه، نهار مطر وانا دايره على رجل على رجل ما كنبغي ندير معاهم حتى شي حاجه. من بعد لقيت القضيه حامضه وقالت لي امي انت ملي ما بغيتيش ترجعي مع خالتك نوضي الحبيبه ديالي حيدي عليا ديك لباس المدينه وهاكي لبسي هاد الحوايج ديال العربية ونوضي سيري تسقي الماء. ولات كتسردني نمشي نسقي كتعطيني نشطب الكوارة، من بعد ولات كتصيفطني نسرح نورد الغنم نورد الحمير حاشاكم نمشي نسرح الغنم نمشي نربط البقر، المهم أي حاجة كتخص العربية والشغل ديال العربية كانت كتزيدني، وحتى خواتاتي كانوا كيتعاندو معايا وكيقولوا لي نوضي حنينتي انتي راكي في العربية ماشي في المدينة صافي ما بقيتيش مع خالتك نوضي تقعدي تخدمي شغل. لقيت القضية حامضة، دوزت تقريبا شهر في الجحيم وليت كنطلب سلا العنب، قلت لهم بغيت خالتي، قالت لي امي والله عندها ما تمشي، قالت لي دوزي حنا انتي تجلسي. غفلتهم وكان ضربها بجريه وحده ما كنوقف حتى للطريق الكبيره، بديت كندير في اوتوستوب حتى واحد ما بغى يحبس ليا، حتى كنلقى الوالد جاي كان داك النهار هذاك في السوق، هو مشى للسوق ومشى باش يبيع شي غلم ويرجع، يهبط للسوق وصلهم دغيا باعهم شي كسابه وجا راجع رجع بحالته بكري. ايوا لقانيش كنشد الاوتوستوب نزل ليا عفتو ما خلاش فيا غير داكشي اللي ينسى، ومن تما ما ردنيش للدار هبطني ديريكت للمدينه عند خالتي، قال لي هادي شديها معاك ولا راني غادي ندفوت فيها شي ضرب راها شنو شنو، حيت انا قلت لي بغيت نمشي عند خالتي وانتوما خليتونيش نمشي عندها. صافي داني عند خالتي مشات دارت لي استعطاف رجعتني للمدرسه سجلتني بقيت كنقرا، من تما ما ذكرت العربيه على فمي، الا مشات معايا خالتي نمشي ما مشاتش معايا ما نمشيش. صافي تقدروا تقولوا انني حطيت راسي للارض وحطيت سلاحي وجلست مع خالتي حمدت الله وشكرته. بقيت هكذاك البنات قريت الاعدادي كامل، هنا كنت بلغت تبارك الله وطفحت وكبرت وعطيت العين حتى فين وصلت للتاسعه، دوزت الامتحان ديالي كلشي بخير، شديت العطله الصيفيه قلت لي خالتي يلا ندوزوا العطله عند الوالده ديالي، قالت لي يلا يلا نمشيو مع العربيه ديالنا حنا زوينه تبارك الله وفريجه عفتو الجو فيها غزال كيحمق كتمشي كتشبعي غير سمن عسل كلشي طبيعي كلشي بيو. مع راجل عمتي كان كيحمق يمشي للعربيه كنا كنمشيو كاملين، ايوا مشينا للعربيه باش ندوزو معاهم الصيف، وهنا كان واحد العرس ديال واحد جيراننا مشينا باش نحضروا العرس العربيه، راكم عارفينهم كتمشي ما كتسخيش ترجعي من العرس ديال العربيه كيكون داكشي مخلط رجال وعيالات وكيكون الشطيح والرديح وراكم عارفين التقاليد ديال العربيه كيفاش كتكون. وهنا شافني واحد السيد غادي يحمق وغادي يتسطى عليا،
هذاك السيد اصلا كان كيعرفني ملي كنت باقا صغيره، ولكن فاش كبرت وعطيت للعيل يعني بزاف اللي ما كانوش كيعرفوني، ومي كيقولوا لهم هذه شكون، وكيقولوا لهم هذه بنت فلانه ولا بنت فلان، كانوا كيبقاو حالين فمهم كيقولوا تبارك الله كبرت، كنت سبقت العمر ديالي. انا يلا عندي 14 ولا 15 عام ما واصلاش، واللي شافني كيعطيني 25 عام. كنت تبارك الله طويله طويله وعندي واحد السالف قدو قداش. واخا الوالد ديالي كان كيعيا فيا باش ندير الفولار، خالتي كتقول لي ماشي شغلك، هاد البنت ديالي خليها بلاتي عليها، تتقتنع ودابا دير الفولار ديالها. صافي مي شافني داك الدري، هذاك الدري عايش غير في العربيه، حماق وتسط عليا، بغى يحماق، قال لهم من هاد بنت فلان نخلق. المهم دوزنا حنا ديك المناسبه بديك ديال ديك الجيران، رجعنا بحالاتنا. الله غد ليه وحنا تجعدنا السيده الام ديالو، دقت على الوالده، خرجت عندها دخلاتها. المهم جلس معنا السيده، سلمت علينا، بقات كتسولني فين كتكوني وما بقيتناش كنشوفوك وهذه وهذه، المهم كتقلقل السوق. قالت لي عمتي راه خالتي راه كتكون معايا. قلت لها واه تبارك الله عليك بيضيتي وزيانيتي. المهم سولتني شحال في عمري، ملي قلت لها شحال في عمري ما تيقتنيش، قالت لي لا تبارك الله كتباني كبيره على عمرك. قلت لها والحمد لله راني كبرت. بقيت كنضحك انا، قلت لها شباب بابا، الوالد ديالي مسكين وافي وطويل وعريض. المهم شويه وهي تقول لامي ايوا انا ما نكذبش عليك فلانه، انا اليوم جايه باش نخطب بنتك لولدي فلان. غير هي قالت لها الكلمه وانا كنت جالسه وانا نوقف. قلت لها شناهو؟ قالت لي مالك بنيتي مخلوعه ياك لاباس. قالت لي كتعرفي ولدي ولا ما كتعرفيش؟ قلت لها ما كنعرفوش وما عنديش علاش نعرفو. قلت له ولكن علاش بنتي؟ قلت لي انا ما باغاش نتزوج اخواتي، انا عاد كنقرا، انا يلا نجحت في التاسعه وطلعت السانكيم وانا غادي نكمل قرايتي وما باغاش نتزوج. قالت لي وا بنيتي هذا هو السن ديال الزواج. قلت لها لا لا حنينتي ماشي هذا هو السن ديال الزواج، ماشي انت اللي غادي تجي تفرضي عليا نتزوج ولا ما نتزوجش. المهم درت فيها واحد الدوره شيطانيه تما غادي تدور ليكم فيا. قالت لي مالك بنتي على هاد قله الادب، هادشي ما تعلمتي من المدينه. قلت لها قله الادب هي اللي فيك اخاتي اللي جايه باغاني الزواج وما تشاورتيش معايا، تشاوري بعدا معايا وسوليني واش باغا نتزوج ولا لا، ولا غير شتيني انا طولتي اكثر مني صافي حساب لك انا راني تمشي تخمسي عليا. المهم ما خليتلهاش، مشات من تما بلا عوين. ايوا تما حسيت بها تقرصت من جهتي بحال حلفت فيا، ولكن غير داك التخنزيرات ديالها اللي الله يحفظ الله يحضر السلامه. جات امي ما خلات لي منين شد، قالت لي والله تدي قليله الادب، علاش تهضري مع السيده بهذه الطريقه؟ صراحه حتى خالتي ما خلاتش ليا، قالت لي لا اختي ما كانش عليك تهضري معها بهذه الطريقه، راه الفم اللي كيقول التمر يقول اللي كيقول الزمر يقول التمر، ما كانش عليك تهضري معها هكاك، ما بغيتيش تزوجي حتى واحد ما غيفرض عليك، ولكن بالادب وبالحسنى الامور ما كتكونش بحال هكذا، وبنادم قبيح ومسموم ما تعرفيش. قلت لها لا كانت قبيحه ومسمومه لراسها، انا ما عندها ما تنيط مني. المهم جلسنا تقريبا واحد السيمانه مورا داك العرس هذاك، قلت لها خالتي نوضي نوضي نمشيو بحالنا، حيت واحد العشيه جرت انني نمشي نسقي لامي، ما كانش خويا في الدار، خوتي كانوا خواتاتي كانوا مشغولين. المهم هزيت انا داك الحمار حاشاكم مشيت نسقي. ايوا انا هبطت لواد نسقي وهو يتبعني داك خينا، بعدا تلقيت السيد وقف ليا فوق راسي قال لي السلام عليكم. درت قلت لي عليكم السلام. دري بوكوس زوين مع راسو وفن كيحمق بالزين، قال لي كي دايره بخير؟ قلت ليه لاباس. درت عندو قلت ليه شكون انت؟ قال لي ما عرفتينيش. قلت ليه لا فين غادي نعرفك؟ قال لي وانتي اللي درتي في الوالده وجريتي عليها بالعوين من داركم. قلت ليه كيفاش؟ قال لي كيف ما سمعتي. قال لي حنايا زعما كبرنا بيك وصيفطت الوالده باش تخطبك ليا، وانتي درتي في هذيك الدوره ماشي حشومه عليك. صراحه رجعت ليا بالحشومه، الدري كيبان نقي وزوين ومثقف. قلت ليه لا انت اللي بغيتي تزوج بيا؟ قال لي اه مالي ما عجبتكش؟ قلت ليه لا لا تبارك الله زوين. قال لي علاش ما بغيتيش تزوجي؟ علاش درتي في امي؟ قلت ليه اول حاجه انا ما كنفكرش في الزواج، انا باقا صغيره وعاد كنقرا، وزيدون انا ما عرفتش شكون هو اصلا هذا اللي غادي يتزوج بيا. وتالت حاجه ما جاتش وقالتها لي انا، قالتها للام ديالي، وهذا الموضوع راه كيخصني انا، من تشاور معايا ونقول ليها انا هذاك الساعه عندها الحريه باش تمشي عند والديا تقولها ليهم. قال لي وانت جايبه داكشي ديال المدينه وحنا راكو عارفه الناس ديال العربيه كي دايرين، فاش كيبغيو البنت راه كيمشيو عند والديها. قلت ليها سيدي انا راه ما باغاش نتزوج، سواء جات عند والديا ولا عندي انا راه ما باغاش نتزوج. قال لي شوفي ما تسربيش، ها انت انا هو داك السيد اللي بغيتك، شتك في العرس وعجبتيني طيرتي ليا نعاسي، ودابا الا جات على خاطرك بعدا غير نتواصلوا انا وياك ها انت ونكونوا كوبل زوين وان شاء الله يكون الخير. قلت ليها اول حاجه انا ما كنتواصلش مع الدراري، ثاني حاجه ما عنديش فاش غادي نتواصل معك، وما عنديش مع الكتابه ديال الشعر والقصص. قلت ليه دابا الله يجازيك بخير
حيد لي الطريق اللي نمشي بحالي، كنت عمرت الماء ديالي حيدته مغزل. صافي حيد لي الطريق مشيت بحالها. نا حطيت ديك الماء، قلت لها خالتي نوضي تقعدي رجعوا بحالنا للمدينه. قلت لي علاش؟ قلت لها عرفتي شكون كان معايا في الواد دابا؟ قالت لي شكون؟ قلت لها السيده اللي جات ديك النهار تخطبني لولدها، هو ولدها المحترم. قلت لي قولي والله، قلت لها قسما بالله. قلت لي وكي داير هذا الولد؟ قلت لها ما نقولكش خالتي، غزال 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 كيحمق بالزين، وباين سبحان الله بحال ماشي ولد العروبيه. وهي تقول لي امي والحمقه، هذاك راه واخد الماستر وراه كيقرا على الدكتوره، غير مازال ما جابلوش الله الخدمه وراه جالس هنا في العروبيه. قلت لي هذاك النهار اللي سهل عليه الله فين غادي تلحقيه؟ والصراحه بقيت غير كنشوف، حسيت براسي بحال زربت وحكمت عليه، حيت مو جات كتخطبني وقالت بلي ولدها كان في العروبيه. صافي انا تصورته كيسرح الغنم، مع احترامي السراح مع احترامي الناس ديال العروبيه، انا راني عروبيه ابا عن جد، ولكن اخواتاتي لكل ما قال ما قال. صافي ما ديت ما جبت انا في ديك الهضره، جلسنا تقريبا غير شي سيمانه كيف ما قلت لكم، نوضنا جمعنا حوايجنا رجعنا للمدينه. قالت لي خالتي يلا نمشيو نتبحروا. قلت ليها يلا. سولنا راجلها قال لنا فين تبغيو تمشيو، ومشينا للسعيديه. صراحه واخا كانت بعيده علينا، مشينا دوزنا فيها واحد الايام ما سخيناش نجيو من تما، دوزنا ايام زوينه بزاف. كانت باقا لينا العطله الصيفيه باش ندخلوا تقريبا شي 15 يوم. رجعنا عاوتاني للعروبيه حيت واحد عمتي كانت غادي تزوج بنتها وعرضت علينا. قلت لها يلا خالتي نمشيو نحضروا في ديك العرس ومولها الله. قالت لي يلا. ايوا كرينا تكشط انا وياها ومشينا. عرفتوا دوزنا واحد الليله عرسيه غزاله، وهنا غادي نتلاقى مع داك الدري ثاني مره، وهنا غادي يطلب مني انني نكون معاه على الاقل ثاني مره. قلت لي دابا يقول لي كيفاش غادي نديروا ليها؟ قال لي انت غير هضري معايا غير توكلي على الله، وراهم كاينين طرق كثيره باش نتواصلوا انا وياك. قلت لي واخا سيدي، اعتبرني انا من هاد النهار صديقه ديالك، ولكن ما غيكونش بيناتنا شي حاجه اللي خايبه. قال لي كوني هانيه، حنا غادي نتعرفوا مع بعضياتنا، صلحنا نكونوا صلحنا وكان مكتب لينا نكونوا زوج وزوجه ونديروا اسره انا وياك مرحبا، ما يسرش الله احنا اصدقاء. قلت لي واخا فيها خير. فعلا اخواتاتي بقيت مع هذا الانسان، صافي درنا ديك العلاقه. ديك المده اللي بقينا في ديك العروبيه كنت كنتلاقى انا وياه جنب الواد، هكا الا مشيت للبحيره ولا مشيت نسكي ولا شي حاجه كنهضروا انا وياه، حتى هبطت للمدينه. صافي فاش هبطت للمدينه تقطع التواصل ديالي بيه، رجعت لقرايتي عادي حيدته من بالي، ما بقيتش نهائيا كنفكر فيه، حيت اصلا التواصل ما كانش بيني وبينه. هو سبحان الله داك الشهر هذاك اللي بدينا القرايه تقبل في واحد الوظيفه وفي نفس المدينه اللي انا ساكنه فيها مع خالتي. صافي السيد ملي لقاني لقى راسو في نفس المدينه اللي انا فيها عجبو الحال بزاف، تما فين غادي يسول عليا وغادي يعرفني فين ساكنه وغادي يعرف حتى المدرسه فاش كان فين كنقرا، وجا عندي حتى المدرسه فين كنقرا. المهم فاش جا عندي الثانويه واحد النهار انا خرجت مع البنات وانا كيبان ليا من البعيد واقف كيشوف فيا، صح ما قديت نزيد عنده ما قديت نوخر له، ما عرفتوش واش جاي عندي ولا جاي عند شي حد اخر. حتى شويه درت براسي ما شفتوش وبدا كيعيط عليا، اعتذرت من البنات مشيت عندو سلمت عليه كي داير لاباس بخير. قال لي شتك غير شتيني وانت تقلبي عليا. قلت ليه ما عرفتكش واش جاي عندي ولا جاي عند شي حد. قال لي بطبيعه الحال ما جيت عند شي واحد، انا راه جاي عندك شحال وانا كنقلب، وراه باش عرفتك فين عرفتك فين ساكنه وعرفتك فين كتقري، داكشي علاش جيت نقلب عليك هنا. قلت ليه هاك لاباس بعد الامور مزيانه. قال لي الحمد لله كلشي بخير، جيت غير نفرحك انا راه توظفت وراني دابا ترسمت في الوظيفه ديالي وهذه وهذه. فرحت ليه بزاف. قال لي انت ياك انت وجه الخير عليا. قلت ليها سيدي الحمد لله ملي كنت وجه الخير عليك. المهم البنات هاد السيد ما غاديش يكون وجه الخير عليا، انا غنكون وجه الخير عليه ولكن هو العكس. صافي بقيت انا وياه على علاقه، ولا كيجي عندي الثانويه كنخرجوا انا وياه كنمشيو انا وياه. المهم هادشي كامل خالتي ما عندها عليه ما تعاود، حتى لواحد النهار خالتي مشات للحمام تلاقات مع واحد البنت كتقرا معايا. داك النهار انا كنت رجلي عيطت فيها خاطر تمشي للحمام، قلت ليها انا موسخه ما نمشيش حتى ان شاء الله نطهر ونمشي انايا للحمام، انت غير سيري. كان البرد ما قدتش تغسل في الدار، قلت لها سيري انت انايا ان شاء الله تمشي ليا الرجله ونمشي. مشات ما كتلاقى غير مع واحد، ماشي نقول لكم صاحبتي لان الصديقه ما عمرها كدير بحال هكا، هي كانت صاحبتي. واحد الدري كان كيقرا معانا في نفس الثانويه كان كيقرا في الباك، وهي كانت كيعجبها داك الدري، وديك الدري كان انا كنعجبو، وكنمشي عندها وقال لي قول فلانه تصاحب معايا. هو ملي قال لي هاد الهضره راه بغات تسطى بغات تاكل جنابه، صافي من تما وهي معادي يعني، وهاد الهضره انا غادي نعرفها من بعد، اما في ديك الوقيته كنت كنعتبرها صاحبتي.
ملي تلاقات مع خالتي الحمام سولتها خالتي قالت لها كدايرين مع شي قرايه، مع هذيك البنت كانت كتجي عندي للدار وكنمشي عندها للدار، يعني اش غادي نقول لكم، كانت بيني وبينها واحد العلاقه زوينه في نيتي انا، اما في نيتها هي لا. ملي هضرت معها قالت لها كدايرين مع شي قرايه، وهي بدات كتعاود لها اللي كاين واللي ما كاينش، من الصب كون عاودت لها غير اللي كاين ما يبقاش فيها الحال. قالت ليها راه بنت اختك اشنو كدير، راه متصاحبه مع هاد الدري وهاد الدري كيجي عندها يوميا وكتمشي معاه لدارو وكيديروا كيفعلوا وكتغيب وراه مابقاتش كتقرا مزيان بحكم انني كنت كنقرا مزيان. خالتي هاد المره ضيعتها معايا حيت هي اصلا انا تربيتي ديها وما جاتش عندي وسولتني واش هادشي بصح ولا كذوب، حكمت عليا غير داكشي اللي سمعت وما سمعتش مني، سمعت عليا داكشي وتيقاتو. سيده جات من الحمام ساخطه تصور، جات من الحمام وكتقلب ربما نكون مدخله انا شي واحد للدار بحكم ان راجلها كان مسافر، راجلها كان ولادو عنده في الخارج وكان كيمشي عندهم، حتى هو اصلا كان كيكون في الخارج كيكون في اوروبا، ولدها كان قاري. المهم اش غادي نقول لكم، جات عندي شاخده مالكي، قالت لي بدات كتقلب في الدار، قالت لي شوفي خبارك جابوها ليا التوالا. قلت لها كيفاش اش من خبار؟ قالت لي اجي لهنا. انت اشنو كديري واشنو كديري واشنو كديري واشنو كديري؟ قلت لها خالتي من عندي الشيطان، شنو هاد الهضره راكي كتقولي؟ قالت لي هاد الهضره ما قلتهاش انا، قالتها لاله فلان اللي متصاحبه معاه كديري انت ويا الزبايل. قلت لها اش من الزبايل اللي كندير؟ ايوا كتعاود ليا، وكتعاود ليا ماشي كتعاود ليا حيت هي باغا تعاود ليا، كتعاود ليا حيت هي شاكه فيا وردني انني كنغيب من المدرسه وان الاساتذه كيتشكاو مني وانني باش كيبغيو باش كيطلبوا لي كندي شي حد من الزنقه. المهم ما عرفتوش حنت خالتي. قلت لها خالتي اول حاجه ما تحكميش عليا وما تغوتيش عليا، خالتي فوق راسي فوق عينيا، ولكن ما تعليش عليا صوتك حتى تعرفي شنو كاين، حيت خالتي كانت كتهضر بواحد الطاقه اش غادي نقول لكم، السيده بحال درتيها في الضو. قلت لها اول حاجه انت حكمتي عليا هي داكشي اللي سمعتي، سولتي عليا مشيتي للثانويه وسولتي عليا وقالوا لك هاد البنت كتغيب، مشيتي عند الاساتذه ديالي وقالوا لك هاد السيده تراجعت، جيتي شي نهار عندي للمدرسه وما لقيتينيش. قلت لها سيري سولي عليا، ما كانش عليك تحكمي حتى تسولي عليا، ملي تسولي عليا وقولوا لك الناس فعلا هاد السيده راه كتغيب واشنو كدير واشنو كدير، داك الساعه العيب والعار. قلت لها انت خانزه ديال الخلا قدرت انها تبدلك عليا غير بالهضره. قلت لها انت باقي ما شفتي والو. قلت لها لي المفروض اختي انا كندير هذا الشيء كامل اشنو ما غاديش تقبليني غادي تجري عليا؟ قلت لها وجايه كتقلبي في دارك بحال انا مدخله لك الرجال هنايا. المهم انا وخاتي داك النهار تخاصمنا لدرجه انني صافي نوضت كنجمي حوايجي قلت لها غتمشي لدار با، انا ما عندي ما ندير بهاد القرايه وما عندي ما ندير بهاد القرايه ديال الدل اللي انا غطيع عليا الدل، انا غادي نمشي بحالي. بدات خالتي كترغبني بدات كتزوق فيا، جا ولدها لقاني بحال هكاك باغا نمشي بحالي بدا كيبكي عليا. المهم نضت روينا انقتني قالت لي سمحي لي فعلا انا تصرفت تصرف بالي. قلت لها سيري سولي عليا خالتي وديك الساعه تحكمي عليا، تي حكمتي عليا من داكشي اللي سمعتي وحده ما كتسواش. ايوا هي ديك اللي غدي قلت لها انا ما غاديش نمشي للمؤسسه حتى تمشي معايا. قالت لي لا غير سيري وانا ثيقه فيك وسمحي لي وانا تصرفت والشيطان وهذا وهذا. قلت لها والله ما نتحرك، يا والله ما مشيتي معايا انا من هنا ما راني محركه. قلت لها فعلا شوفي الدري اللي كان ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش، راه كنت انا وياه كنهضروا وراه سهل عليه الله وتوظف وجا كيقلب عليا وجا عندي جوج مرات ولا ثلاثه للمؤسسه، وانا فعلا خرجت معاه ولكن فوق الفراغ ديالي ماشي فوق الدراسه. وين مشيتي دابا عند الحارس العام وقال لك السيده عندها ربع ساعه ديال الغياب او خمسة دقائق ديال التاخير، راه انا نقطع يدي وديك المدرسه ما نوليلهاش. ديت معايا خالتي مشينا ديريكت عند الحارس العام، قلت لها هو سولي الحارس العام شافنا هكا قال ليها قال لي مالك فلانه؟ قلت ليه شوف استاذ انا شنو كاين شنو كاين شنو كاين، ردوني كنغيب وردوني انني كنجيب لكم ناس من برا باش كتعطوني البي، وردوني انني كنخرج مع الرجال واشنو واشنو. قال لي لا شكون اللي قال فيك هاد الهضره؟ قلت ليه فلانه عيط عليها جات عندو تما. قال ليها ماشي حشومه عليك ما نكذبش عليكم، تنخمت حاشاكم حتى تنخمت وكنمزق ليها على وجهها. قلت لها انا على طول الله عليك ما كتحشمي ما كتمرقي، هكا يكونوا بنات الناس ياك هذا هو مضموني فيك، ما خليت لها منين تجد. صافي اجرى عليها داك الحارس العام قال لها سيري تقري قرايتك وهادشي كامل اللي رديتي في هاد البنت راه فيك نتيا، مما خلالها منين تشد. جا المدير لقانا هكا كنهضرو هضر مع خالتي قال لي هاد البنيته راه مأدبه وتبارك الله راه وجهك هنا،
قالها ليها بهاد العباره، قال ليها وجهك راه هنا في هاد المؤسسه، هاد البنت راه كتمثلك، كتمثل الاخلاق والادب اللي فيك. حيت هما كانوا كيعرفوا خالتي، راه من النهار اللي دخلت انا ديك المؤسسه فيها اعدادي فيها الثانوي، كنت كنقرا قريت فيها الاعدادي وقريت فيها الثانوي، يعني كيعرفوها، كتجي عندهم كتبحث عليا كتسول فيا. قالوا لها البنت مأدبه ومخلقه وتربيه حسنه، ما تديش على الهضره ديال عباد الله. صافي بقيت مستمرة في القرايه ديالي، هذيك قطعت عليها، ما بقيتش كندير علاقات مع البنات، هذاك الدري كنهضر معاه في اطار الاحترام، حتى الحمد لله وصلت الباك ديالي، خديت بواحد النقطه زوينه وهو خدام على راسو. غير خديت الباك ديالي جا كيخطب فيا، واخا الام ديالو تعكست وقالت لي هذيك اللي ما تديش، النهار اللي مشيت نخطبك ما كنتي لا خدام ولا والو، جرات عليا من تما، ودابا باغياك. المهم ما بغاتش امو، ولكن هو غلب مو في الراي ديالها، وقال ليها امي عفا الله عما سلف، انا هاد البنت باغيها وهي باغياني وراه من حقها، شكون هاد البنت اللي كتقرا وفي المدينه وتجي تزوج لك بواحد في العروبيه؟ قال ليها انا ونكون. المهم صافي اتفقوا العائلات، هضرت الام ديالو مع الوالدين ديالي، خطبني الدري على سنه الله ورسوله، قال لي بغيتي تخدمي من بعد، المهم غادي ترتاحي واحد العام، الباك ديالك شاده بواحد نقطه زوينه، غادي نتزوجوا انا وياك، وديك الساعه بغيتي تخدمي من بعد ما عنديش مشكل، انا راه ما عنديش مشكل المراه تخدم. قلت ليه صافي واخا ماشي مشكل. خطبني الصراحه، درنا واحد الحفله كبيره في العروبيه، بقينا غير شهر ونص بحال هكاك وحنا نديروا العرس ديالنا. صراحه العرس ما كبرناش، هما داروا العرس كبير في العروبيه، ولكن انا ما درتش العرس، كان دارت ليا خالتي الحنه ودرنا واحد الحفله اللي بسيطه، اما هما داروا العرس ديالهم غزال، جاو من المدينه هزوني طلعوني روحت بحال من المدينه للعروبيه، حيت انا غادي نروح من دار خالتي. صافي داروا هما العرس ديالهم كبير، جلست معاهم تقريبا شي شهر ونص في العروبيه، كلشي كانوا متهلين فيا، امو مسكينه كانت طلع مره سلعه، واخا كانت مره كتجبد عليا ديك الحوار اللي كان داز بيناتنا شحال هادي. جلسنا داك المده في العربيه، وهبطني راجلي وهبطنا للمدينه، ما علم ديك الوقيته كان كاري الدان في الرشام قاده، الامور طيبه بخير وعلى خير، كل وحده في ديك العربيه تمنات ان داك الراجل يكون راجلها. صافي هبطت مع راجلي للمدينه عادي، رحنا غاديين في امان الله وحفظه، غير هو الحاجه اللي درتها انا غلط انني ما درتش الاحتياط ديالي ودغيا حملت مع هذا الراجل. يلا جلست معاه شهر ونص ونلقى راسي حملت، المهم البنات ما عقت براسي، تلقيت راسي في يد الدوخه، قلبي كيطلع ما رانيش في المود ديالي، عفتو وهي جارتي كانت البارطمان ديالها مقابله مع البارطمان ديالي، هي اللي كانت كتجي كتشوف لي الصوالح ديالي كتخدمهم ليا، كتجيب لي موكله من عند الله يجازيها بخير. المهم لقيت راسي مش قلبه عليا الدنيا، ما بقيت كنفكر لا في قرايه ولا في خدمه، وليت ديا غير في صحتي. صافي بقيت هكاك حتى ولدت بنتي الاولى بخير وعلى خير، راجلي معايا مزيان، امور طيبه. المشكله عاوتاني اللي وقع ليا هو انني غادي نحمل على بنتي، انا كنرضعها وكانوا كيقولوا لي شدك الرضاعه، ولكن من بعد لقى راسي حامله وانا كنرضع البنت، والبنت مرضات ليا واحد الروينه، ايوا السيد غير شافني حامله وهو ما حملش راسو، قال لي ما كانش عليك تحملي دابا. قلت ليه كيفاش، واش انايا انا اللي اختاريت نحمل، راه ربي اللي عطاني. المهم ما عجبوش الحال، قال لي ما كانش عليك تحملي، كان عليك تشوفي حياتك من جهه اخرى، والبنادم ماشي كيتزوج غير باش يولد، المهم الولاد ما مشاش عليهم الحال، ما ديتهاش فيه، خليته هضر حتى شبع، من بعد تقبل الامر، ما بقى قال لي والو. صافي هي هذيك، من بعد الراجل بدا كيتبدل عليا شويه بشويه، لقيت الراجل ما بقاش كيف ما كان، انا ما بقيتش دياها فيه بحكم انني حامله، مخي مقلوب عليا، كنتوحم ما كايناش نهائيا في هذا العالم، كنت كنقول ليه خلي اللي بغى يديرو يديرو، اللي بغى يقولو يقولو، المهم السيد ما على بالوش بيا. ولدت ولدي، فاش شافني ولدت الولد فرح شويه، ولكن من بعد السيد غادي يتقلب عليا، عرفتو تقلب عليا واحد القلبه ديال الصح. جارتي اللي كانت على قبالتي كانت مطلقه، الوقيته اللي كنت انا سكنت تما كان عندها الراجل، ولكن غير سكنا حنا بواحد 3 شهور حتى سمعنا بلي طلقت، الدار كان هو كاريها مخلي ليها الدار مع الولاد، اما انا اما راجلها صافي كان مشى دبر على راسو جهه اخرى، ما كانش كاع كيطلع ليها كيعطي غير نفقه لولادو، هي كانت عايشه غير بفلوس النفقه، الكره هو اللي كيخلصوا ليها. المهم دائما كتقول لي شوفي فلانه ما تثقيش في الرجال، انا راجلي كان وكان وكان وكان. قلت لها كيفاش، قالت لي كيف ما كتسمعي، قالت لي انا راجلي كانوا كيجيو يعاودوا لي اخبارو، كنت كنحلف عليه في القران بلي راجلي ما يديرش ديك الحاجه، قالت لي تحياني الله ولقيتو كيدير المنكر، ما كنتش كنديها فيها،
كنت كنعاود للراجل هادشي كتقول كيقول لها ودي هدي دي الري ديال العيال تيخرجوا عليك، هذيك راه غير هي مطلقه باغا تنتي تخرجك من دارك. كنت كنقول لها انا ما عندها علاش تخرجني، انا عارفه راسي شنو كان سوء اصلا، انا كنلقاك درتي هاك ولا هاك راه غادي ندمك على حياتك كامله. كيقول لي زعما شنو غادي ديري، قلت ليه اللي غادي نديرو فيك كامل نعاودو ليك، قلت ليه هو غير سير معايا في الخط وصافي حسن ما غادي ندمك شي نهار. كنردو على الضحك زعما انا صراحه واخا كنت كنقول ديك الهضره راه نصا صح ونصا زعما غير كنهضرو وصافي. ايوا حياني الله يا البنات حتى حصلتو كيخوني شتو بمومو ديال عينيا، ما قالها لي حتى شي واحد، شتو بمومو ديال عينيا. واحد النهار يا البنات انا نعاودها لكم كيف ما كيقولوا بحال الخرافه، واحد النهار مرض ليا ولدي الصغيور، هزيت البنت حطيتها عند جارتي قلت لها غادي ندي الدري للطبيب راه السخانه كدكدك فيه، كان وليدي داك الساعه كيربي سنينات، وجات واحد السخانه الدري صافي مسكين غادي يسخف، كنحس بيه عينيه كيقلبهم. انا باش ما نبرزتش الراجل ونجيبو من خدمته ونقول ليه اجي تمشي معايا ونخلعو، قلت انا غادي نشد الطاكسي ندي ولدي المستعجلات، بحكم ان المستعجلات كانت قريبه ليا انا 5 دقائق في الطاكسي. هزيت وليدي ديت ولدك المستعجلات حفتو لقيتها عامره ما عندكش فين تحطي رجليك، عامره 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 شويه وهي تجي واحد لومبيلونس توت. المهم كلشي الناس تخلعوا، حنا كنا كنقولوا قصيده شي حد مات شويه وهي هما يجيبوها في ديك الكروسه، وانا كيبان ليا كحل الهبطه ديال راجلي، الناس بزاف والزحام، وانا كنشوف الراجل ما عرفتوش ما هو قلبه غادي يسكت، شكون هذيك اللي ناس على داك البايس مرا سوالف العكر عرفتو حشني في عندها مقلوبين حاجهكم بحال الشنيف في البغله، السيده الكحول عندها من طرف حتى للطرف بحال هامون عرفتي، الشرطه مدوزها من طرف حتى للطرف كتقطر بالعكار سخفانه وشنو قاعد كيدير مع المستعجلات عامره وما كاينش فين تحط رجلك، غير شدوها حطوها في واحد الكروسه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، خرجوا داك البايس حيدوهم للطريق وهي سخفانه وجالس كيدير ليها هكا على وجهها وكيقول لها فيقي حبيبه فيقي فيقي حبيبه فيقي فيقي مالك بسم الله عليك حبيبه فيقي، اويلي الصفر طلع على حبيبه فيقي فيقي اويلي الصفر طلع هذا شنو كيدير. مشيت عندو نهضر معاه وهما كانوا داك الساعه دخلوها للطب وهو تبعها، المهم ما لحقتوش فين تلحقي البلاصه اللي دخلوها هما ليها السيكوريتي ساده من الداخل كيقول لك لا اختي ما تدخليش، عيتي كنقول ليه راجلي تما كيقول لي اختي خلي راجلك تيخرج وهضري معاه. داك الوقيته اللي انا كنتسنى فيها راجلي يخرج ولدي تزير عليه الحال، وصلتني النوبه حيت كتمشي كيعطيك الرقم فاش كيوصل لك يعيط عليك باش تدخلي، دخلت انا عند الطبيب دخلت الدري شافو، المهم خرج لي تريتمون ديال الدواء خرج كنقلب عليه، ملي سولت عليه السيكوريتي قال لك هذاك السيد راه مشى راه خرجوا ديك السيده، قلت له انا ما يمكنش السيده دخلت سخفانه، قال لي المهم داك السيد على من كتسولي راه خرج ما بقاش لداخل، ما عرفتش بصح ولا كذب عليا. المهم عييت نحاول باش زعما نبقى نشوفو، ربما يبان ليا ساعه ما بان لياش الدري مزير عندي كيموت ليا الدري في يدي، قلت انا غادي نمشي بحالي للدار. زيت ولدي مشيت بحال الدار كنتقلى وكنتشوى غير بوحدي، مشيت ديريكت عند جارتي قلت لها شدي عليا الدري راه غادي نطيح واقفه، قالت لي شنو كاين ياك لاباس، قلت لها اختي غير سكتي. عطيت لولدي بعدا شربت له الدواء حيت كان عندي الفلوس قديت له الدواء، قلت لها الراجل ها شنو كاين ها شنو كاين، قالت لي ما قلتها ليكش، قالت لي ورا قلتها لك لالا. المهم بقيت انا عند جارتي ما مشيتش ديك النهار للدار، تسمعت السوارت كيدوزو في الباب عرفت وجا، خليت لها الدري قلت لها هما معاك خليني نمشي نيت عندو نسرولو. صافي دخلت هو دخل قبل مني دخلت موراه قال لي فين كنتي، قلت لي واقيلا هاد السؤال انا اللي خصني نسولو ليك، قال لي انت عارفه فين كنت، قلت لي اه عارفك فين كنت ويلي لا انا ما عارفكش فين كنت، قلت مع حبيبه قلبك سيدي، قلت له هاد الكلمه وهو بدا كيزرق ويحمر، قال لي شنو كتخرفي، قلت لي يا اخويا عندك الحق انا راني كنخرف حيت انا ناس على ودينتي انت كدير اللي بغيتي، قال لي شوفي بلا ما تبقاي تدخلي وتخرجي في الهضره بزاف قولي لي انت شنو كتقصدي، قلت لي ها ولد العم راه كنقصد داكشي اللي على بالك وعلى بالي، فين كنتي اللي كنت خدام، قلت لي ما كنتيش خدام، اه كنتي خدام ولكن ماشي الخدمه اللي خدام الخدمه ديالك اللي خدامها، كنتي خدام على الحب والغرام، قال لي دابا انا ما فهمتش القصد ديالك جيني من الاخر شنو كتقصدي، قلت لي شنو كنتي كدير بالمستعجل سيدي، غير قلت لي المستعجلات، والله يا اختي امينه بحالي صرفقتيه، السيد بقى كيتزنق كيحمر ويزرق، قال لي انا مستعجلك مستعجلات، قلت له المستعجلات اللي كاينه في البلاصه الفلانيه،
قلت لي بالدليل وبرهان. نزلتكو لومبيلونس حمراء، دخلتي مع امراه هاكي دايره هاكي دايره هاكي دايره، والدليل التالي هو الحبيبه اللي كنتي كتعيط لها بسميت حبيبه فيقي، حبيبه فيقي. قلت لي هو انا فقت وليدي، انا اللي فقت في ديك اللحظه وعرفت كانك راجل ما كتسواش. قلت لي عطاك خاطرك تجيب وحده للسبيطار وتجلس تقول ليها حبيبه وولدك كيموت؟ قال لي انت واقيلا غير راه تغلطت لك. قلت لي ايه والله الا تغلطتي ليا النهار اللي قبلت نتزوج بك. المهم بقينا انا وياه مني منك مني منك، حرام يا البنات واش قر. قال لك بالعمى والظلمه هو ما هو داك السيد هذاك. قال لي انا غير تخلطت لك ويمكن تشبهتيني وتصور البنات، والله الا حسيت براسي بوها ليا. قلت ويلي يكما بصح يكما انا اللي كنت غالبه عليا السخانه اللي كانت ولدي كانت فيا انايا. المهم حتى بغيت نتيق ومشيت عند صاحبتي ليا جارتي، قلت ليها شنو كاين شنو كاين؟ قالت لي الهبيله راه بالسيف ما غاديش يعترف، واش بغيتيه تشدي من يد اللي كتوجعو؟ قلت لي نوضي حني انت تبعيه وشوفيه وصوريه وجيبي الدليل مصور باش داك الساعه ما عنده لا فين يهرب لا يدراك ولا هك. المهم سيد من داك الساعه وانا حاطه عليه، ولكن من داك الساعه هو واخد الحيطه والحذر تورو. ما عمرني بقشت له تليفون وكان كيبات مخشي في الفيسبوك، ما عمرني قلبت له تليفون ولا شكيت فيه ولا حتى شي حاجه. داك جارتي واخا كانت كتقول لي الرجال راهم كيف كيف الرجال راهم كلاب حدي راسك، كنت كنقول ليها لا انا اختي راجلي ما كاينش بحالو في الدنيا. ايوا وليت كنشك في راسي بلي انا واقيلا غير تخيل ليا الراجل، ولكن البنات انا كنت متاكده كل التاكيد انه كان مع وحده وديك الوحده كانت خدامه معاه. وباش غادي نتاكد من هادشي واحد النهار لقيت راسي معاه في الخدمه، عرفتو يا البنات لقيتو معاه في البيرو ديالها. شتها صافي ضربني الضو تما تاكدت ان ديك السيده هي اللي كانت ديك النهار سخفانه وراجي معاه كيفيقه وكيقول ليها حبيبه. وقفت عليه ما عرفش راسو من رجليه، لدرجه انه بغى ينكرني، لدرجه انه بغى يتعامل معايا بدا شكون نتيا وشكون فاميلتك ومنين جيتي. انا كيف ما دخلت باش ما نخليه ما يقول قلت ليه فلان يلا تمشي معايا دابا للدار ولدنا راه مريض. هي غير سمعت يلا تمشي معايا ولدنا راه مريض بدات كتزرق وكتحمر كتطلع فيا وكتهبط وكتطلع فيه وكتهبط. هو قال لي سيري سيري هاني جاي. صافي هبطت مع الدروس سنيتو لتحت، جا قال لي دابا هي قولي لي دخلت عليك بالله انت الا جيتي عندي للخدمه شنو جيتي ديري هنا؟ قلت لي جيت نشوف الزبايل ديالك، جيت نشوف ديك خيتي اللي رديتيني انا غير كنتخايل، راه هذه هي السيده اللي كانت معاك وبالدليل شنو كانت لابسه وشنو كانت دايره وشنو كانت فعله. انا عاد كنهضر معاها وهي تهبط، هبطت عندي دارت براسها هي غير دايزه وصافي. وانا نقول لها وعلى سلامتك حبيبه ما يكون عندك باس. قلت لي اشنو؟ قلت لي لا حبيبه غير راجلي كان قال لي الصديقه ديالي في الخدمه راها مريضه وكانت داك واحد النهار للطبيب وها كيفاش ها كيفاش. قالت لي هذاك النهار مسكين والله الا جونتي وحنين. قلت لي بزاف اختي راه احن منه ما كاينش في الدنيا. قالت لي والله الا عندك الحق وسعداتك به. قلت لها سعداتي وسكتي سعداتي به وفرحتي خويتي. تما هو كيتقلى وكيتشوى غير بوحدو كيقلي البيض حيت صافي هي فرشات وكونفيرمات على داكشي انا اللي شت. وقلت ليه مره اخرى حبي ما تردنيش حمقى حيت انا ماشي حمقى، النهار اللي كنت حمقى هي النهار اللي قبلت انني نتزوج بك. المهم جرى عليا من تما ما خلاليش بالسبان غير من تحت شنايفو قال لي سيري بلا شوها. صافي زيت راسي ومشيت بحالتي للدار وانا واخده موقف انني ما غاديش نسكت ليه وما غاديش نرحمو بصفه نهائيه. مشيت عند جارتي بقيت كنهضر معاها قلت لها بغيت ننتقم منه ما عمرو باش ما عمرو يعاود يهزل عين شي وحده من غيري انايا. قالت لي لا لا غير قولي لي انا مستعده نعاونك. قلت لها شتي شنو غادي ديري؟ قلت لها تقدري ديري معايا واحد الخير. قالت لي شنو هو الا قدرت مرحبا. قلت لها انت دابا شوفي لا راجلي طلق لا عجوز تفلق، ما عندكش شي واحد اللي كيسول فيك، حتى هي مسكينه كانوا عائلتها كلهم قباحين معاها ملي طلقت هما قالبين عليها. قلت لها علاش ما ديريش معايا واحد قالت لي اين هي؟ قلت لها شنو ديري شنو ديري شنو ديري. اتفقت انا وياها انني فاش نكون انا ناعسه مع راجلي في الدار غادي تجي هي وغادي تلبس حوايج النعاس وغادي تجي تنعس بلاصتي انايا، وانا ندير براسي بحال انا كنت عند والديا ولا كنت في شي بلاصه وجيت على غفله ولقيت الراجل ناعسه معاه وحده في الفراش وغادي نعيط للبوليس. وكنت انا غادي نعيط للبوليس قبل ما نديروا هاد الخطه هادي، يعني فاش يجي البوليس يلقى داكشي كاين. قلت لها ما عنديش مشكل
ولكن انا راه الا بقاو تشدوني البوليس غادي ندخل ندوز واحد المده ديال الحبس، ما يمكنليش نمشي للحبس انايا، واش انا على تاخير زماني نمشي للحبس وردوني بالصحايره؟ قلت ليها غير شوفي قبل ما غادي يشدك انت البوليس انا غادي نهربك، كوني هانيه. المهم هي هذيك قلت لها انت غير ما تخميشي كي غير الحبس راكي ما غاديش تدخلي ليه. صافي هي هذيك لبست واحد شوميز دونوي قدت الحاله حيت انا الباب ديالي والباب ديالها متقابلين، حتى شفنا الحس تقطع وانا ندخلها عندي. دخلت عندي لابسه غير البينوار، غير وصلت عندي انايا راجلي راه ناعس من فوق ملي كيتحط على واحد اليد ما كيتقلبش نهائيا. صافي ناس مع داك الليله عزكم الله قضى معايا الغرض. المهم كان لابس واحد اللباس اللي عريان، نط من بلاصتي انايا نعستها. ايوا هي هذيك غادي نقول لكم كملوا من عندكم. عيطت انا للبوليس في 5 دقائق قبل ما نبداو الخطه، انا كنت لابسه ديك الساعه الجلابه وكان الليل. قلت لهم انا حقه كنت عند خالتي وها كيفاش ها كيفاش. انا كنت عيطت لخالتي قلت لها تلا سول شي حد تقول لهم اه كانت هي ولادها معايا. صافي ملي جاوا البوليس حتى قرقبوا عليه في الباب بقاو كيدقوا عليه، نوضه فلان تحرك شنو كدير هنا؟ وانا كنغوت جمعت عليهم الجيران جمعت الناس. ايوا جارتي مسكينه تخليها الحاجه مع الصباط. هي اول حاجه دارتها هي كنت انا مجد لها واحد ليزر، قلت لها غير تشوفي القضيه حمض جمعي راسك بداك ليزر وخبي وجهك وانا غادي نشوف شي خطه باش نخليك تهربي، نخلي البوليس يتلاهاو مع الراجل وانت غادي نهربك انا غادي نهربك. فعلا خليتهم كيتلاهاو معاه كيهضروا معاه، هي كيف ما حليت لها الباب دخلت ديريكت لدارها. فاش بغاو بقاو كيقلبوا عليها لقاوها مشات، حتى داك الجيران اللي مجموعين علينا وداك الشيء ما ردوش البال حيت كانوا ملهيين مع راجلي وانا اللي ساعدتها باش دخلت لدارها بلا ما يعيقوا بها. المهم هي بعدا ما بانتش في الواجهه، اما راجلي منطوه هبطوا في الصطافيت كاع الجيران داك النهار ضحكوا عليه وكاع الجيران تشفوا فيه وكاع الجيران قالوا ليه حنا كنا غالطين فيك. المهم انتقمت منه اشد الانتقام، هو مسكين ما عرفش باش تبلى كيقول لي انا مراتي اللي كانت ناس حدايا. كنقول لي انا مراتك اللي كنت ناس هذاك الشماته، ياك انا قلت لك غادي نمشي عند خالتي غادي نبات عندها والدري مرض ليا ونسيت له الدواء نهائي ورجعت بحالتي والراجل خالتي هو اللي وصلني وراه بالشوط عيط عليه. عيطت انا على خالتي وراجلها قال لك اه هاد السيده كانت عندنا ويلا وصلناها دابا للدار الله يسمح لهم تا هما كذبوا معايا، حيت انا كنت معاوده كلشي لخالتي وراجلها وقالوا لي غادي نعاونوك باش تربيه. فعلا انا البنات ربيته وندمته حتى ولا كينساوك. من بعد مشيت نازلت له على ديك الدعوه خرج بحالاته ولكن ولا بحال العجينه في يديا. قلت ليه شوف غير ترمش هاك ولا هاك والله حتى نعميك، لا ما عميتكش راني ماشي بنت المراه. المهم وليت كنتحكم فيه كيف ما بغيت، كيمشي على البيض ما كيهرسوش ما بقى عنده حتى شي علاقه مع شي وحده ولا كيحترمني وكيبغيني. بزاف ديال الرجال ما غاديش يعجبهم الحال واصلا غيبغيو ينتقموا معيالاتهم الا دارت لهم المراه بحال هكا، ولكن انا هذا ديالي والله الا ربيته حيت كاينه واحد الفئه اخواتاتي راه حتى كيتحك عاد كيعطي الريحه. هو اصلا فاش ناض مفوج ما عرفتش حتى شكون هذيك اللي كانت ناعسه حداه لحد الان كيقول لي غير قولي لي شكون اللي ناعس حدايا وشكون هذيك اللي كانت ناعسه حدايا. كنقول ليه شوف انت هو ولا شك في راسو، كيقول لي انا ما درت حتى شي حاجه. كنقول ليه هو شوف راك خنتيني، شكون هي هذيك اللي جبتيها ونعستي معاها؟ انا ما قلتليش انني انا اللي درت لك. كنقول ليه انا مره اخرى دير هكا ولا هكا راني غادي نفقي لك العينين. شكون هذيك اللي كانت ناعسه معايا؟ كنقول ليه شوف انت كيف ما تخيبر عليا فاش شفتو مع صاحبته تخيبرت عليه وقلت ليه شوف انت مع من كنتي ناعس؟ راه جات الشرطه لقاتك ناعس مع وحده براني في الفراش. المهم هذيك صاحبتي مسكينه بعدا نجاها الله من الحبس ما دخلتش ليه وما شافها حد. ملي دخلوا البوليس راه تغطات وسرت وجهها وقلت لهم اصلا هذيك انا ما عرفتش شكون، يعني واخا شتا قلت لهم انا ما كنعرفهاش واخا سولوني. اما راجلي دابا والله العظيم الا كيمشي على العجين ما كيخسروش، وليت كنتحكم فيه كيف ما بغيت، ما كيقدرش يعلي عينو في شي حد. هو شاك في جارتي ولكن ماشي 100% حيت هي كتحترمو ما كتقدرش تعلي العين فيه. وهذه هي البنات حكايتي، وكنتمنى اختي امينه تحطها لي العبره ونتمناكم تسمعوها وتقولوا لي البنات دابا انا شنو ندير، حيت دائما كنحس براجلي انه كيخونني ولا فيا بحال الشك بحال الوسواس والله الا غادي نهبل. كنظن مازال كيهضر مع ديك السيده اللي معاه في الخدمه، صراحه بيني وبينكم هي زوينه عليا وانا كتجيني الغيره منها. دابا كنقول لي خرج من ديك الخدمه بدلا كيقول لي ما عنديش كيفاش ندير. هذه حكايتي اختي امينه، شكرا ونتمناك تعرضيها في اقرب وقت وبسلام عليكم. كنشكرك والشكر لك موصول حبيبتي، ما تضيعيش العلاقه ديالك مع الزوج ديالك،
خلي العلاقه ديالكم زوينه، حيدي عليك الشك. راكي قلتي راه بديتي كتشكي وبديتي كتخرفي، هاد الشك هو اللي كيفسد العلاقه ما بين الزوجه والزوجه، الزوج والزوجه ديالو. ربي وليداتك وقابلي دويرتك وحيختك من المشاكل. ديري النيه وخلي راه الانسان اللي كيمشي بالنيه حاشا ولله حتى يضيعك الله، حاشا ولله. انت سيري بنيتك مع السيد والله المستعان، والله الله يدير لكم شي تاويل ديال الخير انت وياه، والله ينصركم، الله يبعد عليكم ولاد الحرام وبنات الحرام. شكرا لكم، الى ان القاكم استودعكم الله، والسلام عليكم.